مراقبة نشوء أحوال جوية غير مستقرة في العديد من المناطق المملكة تشمل مدينة جدة. التفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة يوما بيوم، والتي سنبدأها بالتوقعات الجوية ليوم الأحد، حيث تستمر الأجواء مستقرة بشكل عام. تنتشر كمية من الغيوم العالية بدون فعالية خاصة فوق المنطقة الشمالية. درجة الحرارة تستمر حول إلى أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام خاصة فوق المنطقة الشمالية. يوم الاثنين تنتشر كميات كبيرة من الغيوم العالية، هذه المرة فوق المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الغربية، فيما تستمر الأجواء غائمة جزئيا ومستقرة في باقي مناطق المملكة، وتستمر أيضا درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. لكن السمة الأبرز يوم الاثنين هو نشاط كبير في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية في المنطقة الشمالية وعموم المنطقة الغربية، المناطق الداخلية من المناطق الغربية وليس الساحلية، والتي ستزيد الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل. لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء تتراجع كثافة هذه الغيوم العالية التي هي بدون فعالية، وتتحرك أكثر باتجاه المنطقة الشرقية لتسود أجواء غائمة جزئية في عموم المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، في حين تصبح الأجواء مشمسة في القطاع الغربي من المملكة. اعتبارا من يوم الأربعاء كتلة هوائية باردة تقترب من شمال المملكة، انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة فوق المنطقة الشمالية، حيث تقترب كتلة هوائية باردة من شرق البحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية بالتزامن مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر. هذه الظروف الجوية ستعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة وفرصة لهطول زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الغربية بما فيها مدينة جدة. يوم الخميس بإذن الله تتحسن فرص الأمطار بشكل إضافي مع تعمق الكتلة الهوائية الباردة، انخفاضات إضافية على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية واتساع في رقعة تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي. الأمطار متوقعة فوق عموم منطقة مدينة جدة وأيضا منطقة جدة المدينة المنورة عموم المنطقة الوسطى ووصولا حتى منطقة حفر الباطن، وبالتالي شمال المنطقة القطاع الشمالي من المملكة العربية السعودية سيشهد أجواء باردة بشكل عام، أما الخط الرابط من مدينة جدة وحتى حفر الباطن سيشهد أحوال جوية غير مستقرة، تشكل للغيوم المتوسطة والعالية والتي يتخللها بعض الغيوم الركامية الرعدية وهطول زخات من الأمطار. يوم الجمعة بإذن الله تميل الأجواء تدريجيا للاستقرار مع استمرار الأجواء باردة بشكل عام في عموم المنطقة الشمالية من المملكة وتفرق لبعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في عموم المناطق. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.